سكشن الاساسات بموضوع البريزد اكسكافيشن او البريزد كات. واكيد زي ما انتوا الدكتور اتكلم معاكم اخر موضوع اللي هو القيسونات، الموضوع دوت مش هيتاخد عليه سكشن، وهو موضوع اصلا سهل، ولو الدكتور حل معاكم مسألة في المحاضرة فهي دي المسألة بتاعت القيسونات. يعني مفيش افكار في الموضوع، مفيش خزعبلات، الموضوع اصلا على قد المحاضرة بيبقى سهل. يعني انا هقول برضو المعلومة بس عشان للأمانة، يعني موضوع القيسونات ده بيتم تدريسه تاني في مقرر هندسة الأنفاق والمنشآت تحت الأرضية اللي بيلقيه يعني تخصص برضو ميكانيكا التربة والأساسات. بس الفكرة إن المقرر ده بيتدرس بس الترم التاني كمقرر اختياري لتخصص إنشاءات، بياخدوا فيه تاني يعني موضوع القيسونات ده، ويمكن بالتفصيل كمان شوية عن عما انتوا درستوه، يعني بياخدوه بالتفصيل عن كده كمان. فانا بس حبيت اقول المعلومة، لا ربما حد فيكم الترم الجاي يحب ياخد الماتيريال بتاعة الموضوع. هي عموما مادة مقرر هندسة الأنفاق والمنشآت تحت الأرضية هي جميلة جدا ومفيدة، فلو انت حابب تاخد الماتيريال بتاعتها او تسمعها هتستفيد. طبعا هي يعتبر خلاص، انت ده اخر سيكشن اصلا في الاساسيات، ده اخر سيكشن في الاساسات انت بتاخده اصلا، فده اخر احتكاكك المفروض بموضوع التربة. الا بقى زي ما قلت لك، لو انت حبيت تسمع مقرر هندسة الانفاق ومنشآت تحت الارضية او تجمع الماتيريال بتاعته تبقى تسمعها في الاجازة الجاية ان شاء الله سبحانه وتعالى، او بعد التخرج يعني ان شاء الله. خلونا نبدأ على طول بقى عشان ما نضيعش ايه وقت. انا عامل شير ويا رب الصوت يكون كويس. الموضوع بتاع النهارده البريزد اكسكافيشن او بنسميه برضو بريزد كات. العناوين اللي هنتكلم فيها، اول عنوان مقدمة للموضوع، ثم بعد كده هتكلم عن حاجة اسمها apparent lateral earth pressure envelope، بعد كده هندي المسائل. بص يا باشمهندسين، القصة كلها دلوقتي إن أنا عندي ده منسوب الأرض الطبيعية، منسوب سطح الأرض الطبيعية، منسوب سطح الأرض الطبيعية، وعندي حفر. فالحفر سندته بنظام سند رأسي أهو. ممكن يكون نظام السند الرأسي ده شيت بايل زي اللي إحنا كنا بناخده، بس لقينا مثلا على سبيل المثال إن عمق الحفر ده كبير قوي، وزي ما انا لفت نظرك المره اللي فاتت في المالتي ليفل انكورد شيت بايل ان احنا بقى مش هنستخدم طاي واحد، ده انا ممكن استخدم اكتر من طاي. لما عمق الحفر زاد قوي كده ممكن استخدم اكتر من طاي. تمام. موضوع البريزد كات او الحفر المسنود هو عباره عن نظام سند راسي شيت بايل مثلا، بس الفكرة كلها ان احنا بدأنا نستخدم ركائز افقية او مائلة. باجي هنا احط استرات ضاغط، واجي هنا احط ضاغط، واجي هنا احط ضاغط، ليه؟ كأني بحط ركيزة هنا، كأني بحط ركيزة، بحط ركيزة. بدل ما يبقى شيت بايل النظام او الاستاتيكال سيستم بتاعه كانتليفر مع عمق الحفر الكبير ده، فكانتليفر شيت بايل مع عمق الحفر الجبار ده، الشيت بايل يبقى عليه عزوم عالي قوي، فساعتها ننقل على الانكورد. بس برضو لما انقل على الانكورد شيت بايل هلاقي برضو ان عمق الحفر مازال كبير، فابدا بقى احط ركائز كتير. بقى الركائز ديت قد تكون استرطات، قد تكون انكورز او تاي زي اللي احنا خدناه السكشن اللي فات.
الفكرة كلها ان انا دلوقتي البريز ذا كات او الحفر المسنود هو نظام سند رأسي طبيعي جدا، بس القصة كلها ان انا دعمته بركائز افقية. كلمة مائلة دي اقصد يعني ان انا افهمك ان مفيش مشكلة ان الاستيراد الضاغط ده، او لو انا عندي طاي مفيش مشكلة ان الاسترات او الطاي يكونوا مايلين، مش لازم يعني الاسترات او الشداد الضاغط او الشداد يبقى افقي، ممكن يبقى مايل عادي جدا وممكن يبقى افقي، يعني الطاي بتاعك ممكن برضه يبقى افقي. المهم ان في ركيزة. ده تعريف البريزد اكسكافيشن. بريزد على فكرة او بريسنج ككلمة انجليزي معناها بالعربي انا حتى مش عارف معناها الحرف بالعربي، بس بريسنج دي مقصود بيها تحزيم او تدعيم، فهي هو نظام رأسي ومدعم عن طريق استرطات او طيات. طيب اشهر استخدامات الموضوع دوت حفر خطوط المياه واسلاك التليفونات. لو احنا مثلا يعني في قرية لما بنيجي نعمل خطوط مياه الصرف في القرية مثلا لسه بنركب لها الصرف، بنحفر خندق. الخندق ده ممكن يبقى أبعاده العرض مثلا 2 متر والعمق 3 متر، والعمق حفر ما بيبقاش ثابت، بيبقى حسب أعماق الحفر المطلوبة، وخندق مسافر. فالخندق ده ايه اللي هيوقفه راسي كده؟ فبنعمل بقى شدة خشبية، بيبقى الشدة الخشبية دهيت عبارة عن ألواح خشبية واقفة جنب بعض، تقدر تمثلها في علم السويل ميكانيكس أو في علم الأساسات إن هي وودن شيت بايل، شيت بايل بس الماتيريال بتاعتها وود خشب. وبيبقى فيه كمرات ويلز واسترطات بالعرض بالشكل ده ضواغط. ده البريزد كات. اشهر استخدامات البريزد كات انك تحفر خط ميه او غاز او اسلاك تليفونات، بتحفر خندق، وبيبقى النظام السند اللي موجود في الخندق ده البريزد اكسكافيشن، يعني نظام سند واقف راسي طبيعي جدا بس بيبقى مدعوم بركائز أفقية أو ميل. طيب النوع اللي قدامنا ده واللي مرسوم قدامنا دلوقتي هو سيمبل بريزد، أحد أنواع البريزد كات اللي أنا مش هستفيد فيها. أنا عارف إن أنت خدت الجزء ده كويس أوي في المحاضرة، لكن هعرض حاجات معينة كده بسرعة. السيمبل بريزد اللي هو النوع البسيط جدا ده بيبقى كل مكوناته من الخشب اللي انا لسه قايل لك عليه من شوية، اللي بيتعمل في قرية، عمق الحفر 3 متر، عرض الحفر 2 متر. ده بيكون مناسب حتى عمق حفر 3 متر، وبيكون مناسب حتى عرض حفر 2 متر. حاجة بسيطة سيمبل. طب مش مهندس ثواني، نعم. طب لما عمق الحفر يزيد عن 3 هعمل ايه؟ اقول لك ان نظام السند الرأسي اللي هو الشيت بايل ده بدل ما يبقى خشب اعمله ستيل، عشان الستيل افضل من الخشب في مقاومة العزوم. انت عمق الحفر لما يزيد انت متوقع انه غالبا العزوم على الشيت بايل هتزيد، فتبدأ تضطر تستخدم ستيل بدل خشب. طب لو عرض الحفر زاد عن 2 متر يا باشمهندس، لو عرض الحفر زاد عن 2 متر اللي هو البي زادت عن 2 متر، الضاغط بيبدأ الباكلينج فيها يزيد. فاكر الباكلينج؟ أي عنصر ضغط
بيبقى معرض لانبعاج باكلينج. الباكلينج كل ما طول عنصر الضغط ده كل ما الباكلينج يبقى خطير. فالبي لما تزيد عن 2 متر الباكلينج بيبدأ يخوفنا في الخشب. فابدأ اروح للماتيريال التانية اللي هي الستيل. يبقى طول ما عمق اقل من 3 وعرض اقل من 2 انا خشب زي الفل. اول بقى ما عمق الحفر يزيد عن 3 او عرض الحفر يزيد عن 2 في الغالب الستيل هيبقى افضل. طب سؤال يا باشمهندس، نعم انت ما جبتليش ليه سيرة الكاميرات؟ ما المفروض ان انا هنا، بس هي مش مرسومة عندك في الرسمة، المفروض ان هنا في كاميرا ويل. الكاميرا دي لو انا عملت عليها زوم برضو اول حاجة ببدأ بيها خشب، والكاميرا خلي بالك بتبقى بالشكل ده افقية كده. بعدين بقى الصوت راح يا هندسة. معايا شباب، انا النت فصل تقريبا عشر ثواني صوتك راح كده، سامعني؟ تمام كده يا هندسة. صوت حضرتك واضح يا هندسة، ما تقلقش، واضح. طيب تمام. فالكاميرا زي ما انا بقول دلوقتي، كنت بقول ان الكاميرا بتبقى افقية بالشكل ده. ليه هي افقية؟ لان الاحمال اللي جاية مأثرة عليها افقية. واصلا النظام ده يتصمم على ايه؟ على ضغط تربة جانبي، احمال افقية جاية افقية مش رأسية، فبالتالي الكاميرا نامت على جنبها كده افق، بتبقى برضو هو الصوت فصل عند لوحدي ولا برضه عند كله؟ الصوت اختفى يا باشمهندسنا. الصوت اختفى يا باشمهندسنا. شباب معرفش النت فصل معايا. الصوت رجع اهو تاني، هو فصل بالظبط عند طيب لما حد تقول عند انا كنت بقول الكاميرا. للشباب الكاميرا اللي هي الخشب، ما انا عارف ان هو فصل امتى. الكاميرا الخشب ابدا افكر اخليها ستيل. حد متوقع اجابة السؤال ده لو عارفها؟ ايه هو السؤال يا باشمهندس؟ الكاميرا الأفقية اللي أنا قلت عليها دلوقتي اللي هي الويل دي، كاميرا بقول إن إحنا هنبدأ برضه بماتيريال خشب. فأنا قلت إن لو عمق الحفر زاد قوي أخلي الشيت بايل ده ستيل، ولو عرض الحفر ده زاد قوي أخلي الضاغط نفسه ستيل. إيه اللي يخليني بقى هو الصوت قطع برضو ولا ايه؟ قطع يا عادي. انتوا سامعيني بس؟ تمام كده، انا عايز حد ياكد على اني سامعني.
هو دلوقتي هو الصوت من اول ما جيت حضرتك تقول السؤال يا باشمهندس محدش سمع حاجة، عند ما كلمة ايه اللي يخليني شباب بقى محدش سمع بعدها حاجة. هو دلوقتي الصوت راح خالص. سامعني كويس يا حمد؟ دلوقتي صوتك واضح. اه واضح يا باشمهندس. كده الصوت راح تاني. مش عارف، انا تقريبا انت عندي سامعني ولا ايه؟ كده اه كده تمام، الصوت واضح دلوقتي. طيب ربنا ييسر، الله المستعان. بص يا باشمهندسين، بس سريعا كده بقى عشان بس الوقت، انا خايف الوقت يجري. القمر الخرب او القمر عموما، الويل زي ما انت عارف هي عباره عن قمره كونتينوس، الركائز بتاعتها هي هي الضغط، هي الاسترات. كاميرا هتبقى منشالة على عمود اللي هو بالنسبة لي في المسألة هنا استرات، والكاميرا دي عليها حمل موزع وليها رسمة عزوم. ايه اللي يخليني اتجه من كاميرا تكون خشب لكاميرا ستيل؟ عالية. العزم دايما بيبقى دالة في ال W، والبحر اللي هو ال L بس بيبقى متربع. ايه البحر ده؟ اللي هو المسافة الأفقية البينية بين الضواغط. فأنا عاوزك بعد ما نشد الخط ده تكتب ملحوظة نفسك كده في جدول ال في اختيار. الصوت بيقطع باشمهندس، بس معلش، هو الصوت إنشاء. تقريبا بيجيب كلمة وبقية الجملة ما بتجيش. أنا طب ثواني كده يا شباب، ثانية واحدة. الصوت كده يا شباب كويس؟ تمام إلى حد ما. طيب انا عملت محاولة ان انا ابقى الوحيد المستخدم للراوتر في البيت يعني، ف هنحاول نكمل ونشوف كده الدنيا هترسي على ايه. لو محدش سمع برضو يعني لا كده غالبا تمام هنكون. أوي. لا دلوقتي كده الصوت واضح جدا الحمد لله. طيب احنا كنا وصلنا اخر حاجة انا كنت بمليكم ملحوظة صح؟ أه أيوه شباب، تمام بعد. طيب الملحوظة دي قلت لكم بمليكم الملحوظة اهي، العامل المؤثر في اختيار مادة انشاء النظام الرئيسي هو عمق الحفر. الملحوظة الثانية أو رقم اتنين، العامل المؤثر في اختيار مادة إنشاء الضواغط
وعرض الحفر رقم 3 العامل المؤثر في اختيار مادة إنشاء الكاميرات اللي هي ويلز هي المسافة البينية الأفقية بين الضغط، يعني الضغط ده متوزع كل مسافة قد إيه أفقية عمودي على الشاشة، لأن المسافة دي هتبقى هي بحر الكاميرات الويلز، فكل ما البحر ده يزيد كل ما العزم اللي هو دالة في ال WL سكوير على رقم، كل ما ال دي تزيد كل ما العزوم هتزيد، الكاميرات اللي هي الويلز اضطر استخدم ستيل بدل خشب. الملحوظه دي مفهومه؟ ما هي ضغط عليا المسافه، عشان اطمن ان انا صوتي واضح. هي المسافه اللي هي الافقيه ولا العموديه على الشاشه؟ المسافة عمودية على الشاشة، أعتقد المسافة الاثنين اللي هي كده يعني. الاسترات ده ثم الاسترات اللي بعده عمود على الشاشة، عشان كده سميتها لك المسافة الأفقية البينية. تمام؟ تمام. باشمهندس ها قول. لو سمحت بس أول ما الحظر. أنا حاسس أنتوا سامعين حاجة. ها قول. أول ملحوظة بس يا باشمهندس. طيب كنت بقول العامل المؤثر في اختيار مادة إنشاء النظام الرأسي، النظام الرأسي نفسه، هو عمق الحفر. طيب المفروض إن أنا يعني لو أنتوا سمعتوا الجزء اللي فات، معرفش بقى أنتوا سمعتوه كويس ولا لأ، بس أنا وضحت ليه يعني الثلاث ملحوظات دول، وقلت لو عمق الحفر زاد عن 3 نبدأ نستخدم نظام الرأس أو نظام السند الرأسي ده ستيل بدل خشب، لو عرض الحفر زاد عن 2 متر نبدأ نستخدم الضغط ستيل بدل خشب، لو المسافة الأفقية البينية الشاشة يعني الاستيراد اللي بعد ده عمودي على الشاشة، طول ما المسافة دي بتزيد ده كل ما ده يخلي الكاميرات اللي موجودة هنا يمين وشمال يبقى عليها عزوم، وبالتالي اضطر استخدم الكاميرات دي ستيل بدل خشب. طيب نظام السند الرأسي بقى يا باشمهندس، نظام السند الرأسي ممكن يبقى حاجة من اتنين، يا إما يبقى شيت بايل، خلي بالك الرسمة اللي قدامك دي بلان، ادي التربة اهي وده الشيت بايل اللي مقابل التربة، وبعد الشيت بايل عندي كاميرات ويل، دي بتبقى كاميرا اي شانل، يعني الكاميرا الخشب الافقية اللي انا رسمتها لك هنا من شوية لو شلناها وحطينا كاميرا ستيل هتبقى كاميرا شكلها اي بيم بس برضو افقية كده، وبعد الكاميرات في الضوابط او الاسترطات، فده نظام الشيت بايل. في نظام تاني اسمه ستيل بيمز اند لاجنج، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة ان انا بدق، النظام الرأسي ده بيبقى عبارة عن خازوق اي بيم بالشكل ده، ده البلان تحت، ده البلان كاميرات واخده شكل اي بيم كده، بتبقى متوزعه كل مسافه اس، مثلا كل مسافه اس اقوم ادق كاميرا او بيم او بايل
يعني سميها خازوق او كاميرا بيم او بايل، اللي هو الخازوق الراسي ده نظام الساند الراسي. طيب واجي بقى ما بين البايل والتاني احط الواح خشب، احط الواح خشب، وبالتالي يبقى انا نجحت في سند ايه، في سند جوانب الحفر. يبقى نظام السند اللي هي الحيطه اللي واقفه راسي دي هتبقى حاجه من اتنين، يا اما شيت بايل وده لوحده كده بينجح في سند جوانب الحفر، يا اما حاجتين مع لازم الاتنين يبقوا سوا، كاميرات ستيل بيم. ده في البلان خلي بالك زي ما انا قلت كذا مره، كاميرات ستيل بيم متكرره كل سبيسنج، متوزعه كل سبيسنج اس، وما بين الكاميرا والتانيه في الفراغ اقوم حاطط لوح خشب اللي هي هنا في الاليفيجن هتبان بالشكل ده، لوح خشب تحتيه لوح خشب تحتيه لوح خشب تحتيه لوح خشب تحتيه لوح خشب وهكذا. تمام. خلي بالك يا باشمهندس قبل ما انقل على السلايد الجايه، اللود ترانسفير اللي انا قلت لك من السكشن اللي فات عايزين نثبته، دايما القصه بتتنقل احمال بلاطه كمره عمود. البلاطه بالنسبه لي هو نظام السند الراسي، يعني شيت بايل لكمرات اللي هي ويلز للعمود اللي هو الاسترات. ما تكتبش الكلام ده هيقابلنا قدام، انا بس بدردش معاك. لما اللود يحصل للترانسفير هيتنقل ازاي اللود من الشيت بايل اللي هو بالنسبه لي دلوقتي بلاطه، هتنقل للكمرات، والكمرات تنقل للاعمده اللي هي الاسترطات. بلاطه كمرة عمود. في الستيل بيم واللاجنج الحمل بيروح الاول للوح الخشب، الخشب ينقل الاحمال للبايلز او البيمز، هي بقى نسميها ستيل بيمز. انا هثبت اللفظ ده طول السكشن، لو لقيناها بايلز انا قلت لك هو المسمى واحد. هننقل الحمل او الخشب هينقل الحمل للستيل بيم، وده بالنسبه لي الاثنين دول مع بعض بيمثلوا لي كلمه بلاطه، وترجع البلاطه تنقل احمالها تاني للكمرات اللي هي الويلز، والكمرات تنقل للاسترطات اللي هي العمود. طيب انا عارف زي ما قلت لك ان انت خدت انواع البريز دكات بالتفصيل في المحاضره، وده سؤال على فكره بيجي كتير قوي نظري في الامتحانات، ان اذكر انواع البريز دكات او البريز اكسكافيشن، لكن انا عايز اتناول الموضوع من منظور تاني. لو عرض الحفر يا باشمهندس زاد قوي 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 قوي، اتفقنا مع بعض ان بتظهر مشكله باكلينج الضواغط او الاسترطات، طول الانبعاج بتاعها لما يزيد، لما طولها يزيد ببدا اقلق قوي من الباكلينج، لدرجه ان كمان ماده الستير مش هتقدر تشيل، او عشان الستيل يقدر يشيل القطاع هيكبر قوي، هبدا استخدم قطاعات كبيره قوي، ويبقى الموضوع قلب غير اقتصادي بسبب موضوع الباكلينج. طب ايه بقى يعني نحل المشكلة دي ازاي؟ حل انت ما خدتوش في بس انا حبيت اقولك، مش انت مشكلتك ان الاسترات ده طويل قوي والباكلينج لينس بتاعه كبير قوي؟ طب ما تحط يا باشمهندس ركايز، ما تقسم طول الانبعاج ده وتقلله. طب احط ركايز ازاي؟ بانك تعمل اعمده في النص، طبعا اعمده يعني قاعده، فهتلاقي تحت في قاعده،
فاول حل ده حل مش عليك انت ما خدتوش، بس ما فتح لك دماغك انت عندك مشكله طول انبعاج قلله ازاي، تقوم حاطط لي شويه اعمده كده في النص. الحل ده فيه مشكله وحشه قوي، ان الموقع بقى زحمه جدا. تخيل بقى الناس عايزه تنزل تشتغل عندها شبكه من الاعمده الواقفه والضوابط الافقيه، اللي هو طول ما انت ماشي عمال تخبط في حاجه. طبعا انا بتكلم يا شباب حاجه زي كده، انا بتكلم على سكيل كبير، يعني بتكلم ان عرض الحفر ده ممكن يوصل ل 20 متر مثلا. طيب الحل التاني، وده انت خدته في المحاضره، ابعد خالص عن الضواغط واستخدم تاي باك سيستم. التاي باك ده شداد، انا مش قلقان من مشكله باكلنج خالص، بس برضو في مشكله في الحل ده، ان انا لو عندي منشأ مجاور لازم ادرس تأثير ان انا نفذت الطاي تحت الاساسات بتاعته، لان تنفيذ الطاي او انك اصلا تلعب في التربة اللي موجودة تحت منشأ جار ده ممكن يأثر على المنشأ. لازم تدرس تأثير الكلام ده كويس وبعناية، ده دي حاجة. طب الحاجة التانية، هو افرض المنشأ اصلا اللي جنبك كانت اساساته اصلا خوازيق يا باشمهندس، يا خبر ابيض. انت متخيل ان انت لو الطاي بتاعك البريمه وهي داخله تحفر عشان تنفذ الطاي دخلت كالت في جسم الخازوق اللي شايل منشا 10 13 دور جنب الحفر بتاعك، ده معناه ان المنشأ اللي جنبك يقع. وبالتالي لازم لما تستخدم تاي باك سيستم تدرس كويس جدا لو عندك منشأ مجاور اساساته نوعها ايه، وايه تأثير انك هتعمل انكور او تاي تحت المنشأ المجاور ان وجد. طب ايه الحل التالت، نوع تالت برضو انت خدته في المحاضرة اسمه ركر بريزد سيستم. قال لك خلاص يا باشمهندس انت لا عارف تعمل استرات بسبب الباكلينج لينس، ولا انت عارف تعمل تاي باك عشان عندك منشأ مجاور خايف عليه او اساساته كانت خوازيق وما انتش قادر تنفذ الطاي. انا ممكن انفذ الطاي على فكرة ما بين الخوازيق بحيث ان البريمه ما تاكلش في جسم الخازوق، بس ببقى محتاج عشان اعمل كده لوحه الاسبلت. ما علينا من هذه التفاصيل، بس لازم في كل الاحوال ادرس لو نفذت الطيات تحت منشا ايه تاثير الكلام ده على المنشا. فلو انا عارف استخدم استرطات افقيه ولا تاي باك سيستم، مفيش حل غير بقى الركر بريزد، وهو عبارة عن ضاغط بس مايل، وبيرتكز هنا في النهاية على جزء من القاعدة أو على قاعدة خاصة بيه، وده برضو ركر اهو أو إيه انكلايند سترات. في بعض الأوقات ممكن مصطاح كده من التربة، مصطاح شوف المفروض ان انا كنت احفر لغايه هنا، بس في بعض الاوقات ممكن اسيب جزء كده من التربه على شكل كده ميل مصطاح، يساعد هو كمان في سند جوانب الحفر، يساعد هو كمان في الاتزان. فده برضو احد الحلول المستخدمه لو انا عندي مشكله ان عرض الحفر كبير جدا جدا. في حلول بس مش عليك بتدرسها في موضوع هندسة الأنفاق والمنشآت تحت الأرضية، لو عايز تقرأ عنها دور على عنوان اسمه Island Construction.
عنوان تاني اسمه توب داون كونستراكشن، هي برضو احد الحلول الادفانسد شويه في سند غوارب الحفر لو كان عرض الحفر كبير جدا. حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ الصوت مسموع واضح؟ هكمل؟ الصوت واضح الحمد لله. لا مش واضح. بقى عندك الجزء النظري بتاع أنواع البريست كات مهم جدا، بيجي كتير في الامتحانات، أنا بس كنت علقت عليه بمنظور تاني يفتح لك دماغك كده لشوية حاجات. تعال ندخل على العنوان التاني الا وهو حاجه اسمها الابيرنت لاترال ايرث بريشر. وارجع افكرك يا باشمهندس ان انا لما شرحت لك ضغوط التربه الجانبيه قلت لك ان في ثلاث نظريات بنحسب بيها ضغوط التربه الجانبيه في الكليه. نظريه اسمها رانكين بتاعت الاكتف والباسيف والريست، وقلنا ان ليها افتراضات وشروط لازم تتحقق عشان اقدر اعوض في معادلات رانكين. ونظرية تانية اسمها كولوم، وهي نظرية أعم وأشمل، ورانكين تعتبر حالة خاصة منها. وعالم تالت اسمه بيك. بيك ده هو اللي عمل رسومات ضغط التربة الجانبي اللي هنستخدمها دلوقتي في تصميم البريزد كات. اللي حصل يا باشمهندس ان الناس لما راحوا يشوفوا البريزد كات ده، لما راحوا يشوفوا تشكلات الحيطة والحركة بتاعتها ويرسموا له الالاستيك لاين او الديفورمد شيب، مش قادرين يحددوا يا باشمهندس فين الاكتف وفين الباسف. والحركه اللي لازم تتحقق عشان اقدر اقول ان في اكتف وفي باسف وان في رانكين مش موجوده ومختلفه. فقال لك ده الحيطه البريزد كارت دي الحركه بتاعتها الاكشوال لما جينا نحملها في الطبيعه مختلفه عن الحركه والديفورميشن اللي رانكين اشتغل عليها، وبالتالي نظريه رانكين بقت نوت ابليكابل، ما بقتش عارف اطبقها. طب الحل ايه؟ جه الراجل اللي اسمه بيك ده بشوية قياسات حقلية عمل لنا دياجرامات كده نشتغل عليه. بقى بينزل يقيس من الموقع لمجموعة كبيرة من البريزد كات وعمل لنا ملخص. الملخص ده كالاتي، قال والله بك ده ايه؟ قال يا باشمهندس لو التربة بتاعتك رمل ودي الحيطة، خد ضغط التربة الجانبي بتاعك ضغط أفقي منتظم، قيمة الضغط ده 65% جاما اتش كي اكتف. طيب لو التربة بتاعتك ستيف كلاي، طب انا اعرف منين ان الكلي ده ستيف؟ ستيف يعني متماسك. اعرف منين انه ستيف؟ قال لك احسب الجاما اتش على سي، لو لقيتها اقل من او بيساوي 4 يبقى الكلي بتاعك ستيف متماسك، ساعتها يبقى ضغط التربه الجانبي بشكل شبه منحرف بالشكل ده، ودي ابعاده ربع اتش ونص اتش وربع اتش. اتش ده على فكره اللي هو عمق الحفر. قيمه الضغط تاخدها من 2 من 10
جاما اتش لاربعة من عشرة جاما اتش، فاحنا كمتوسط في الحل بنثبتها ثلاثة من عشرة جاما اتش. اخر حاجة السوفت تو ميديوم كلي، اعرفوا منين ان الجاما اتش على سي تبقى اقل من اربعة، او انا اسف اكبر من اربعة، دي اقل من او يساوي دي اكبر. لما الجاما اتش على سي تبقى اكبر من اربعة اللي بيحصل بس ان مفيش الكسرة اللي هنا ده، بيبقى ربع اتش وانزل طوالي رأسي زي ما انا لباقي مسافة عمق الحفر كله اللي هو تلات ارباع اتش. طب قيمة الضغط بكام؟ الراجل قال جاما اتش ناقص 4 سي. تمام، كعادة أي واحد من الفلاسفة بتوعنا رانكين وكولوم والقصص دي، الراجل جه قال أنا كمان ليا فروضي لازم تتحقق. أولا مفيش مياه جوفية يا باشمهندس، الضغوط المحسوبة قدامك ده اهي مش متاخد فيها اعتبار لأي مياه جوفية، يعني المياه الجوفية تحت على عمق كبير تحت قاع الحفر. رقم اتنين، لو انا عندي يا باشمهندس لايف لود، لو انا عندي ده البريزد كات وعندي هنا لايف لود وعندي هنا لايف لود، اللايف لود ده ممكن يبقى المعدات او ماكينات الحفر، ممكن يبقى نواتج الحفر اللي انا عمال احفر عمال اطلع نواتج الحفر هنا فوق، كل ده لايف لود. بيك برضه مش واخد في حساباته تأثير اللايف لود، فنتحايل على هذا الموضوع في الحل ان احنا نحول اللايف لود ده لعمق مكافئ من التربة، الاتش اللي هي عمق الحفر هروح ازود عليها عمق كمان هسميه اتش لايف لود، عمق بيكافئ اللايف لود ده اهو، فيديني توتال في الاخر اتش ديزاين اللي هي مكتوبه لك هنا في المعادلات الثلاثه دول. فلو عندك لايف لود صحيح بك مش واخد تأثيره في الحسابات، بس انا ممكن اتحايل على الموضوع احول اللايف لود ده لعمق من التربة ازوده على عمق الحفر الفعلي يديني الاتش ديزاين اللي انا هصمم عليه. الكلام ده هيبان في المسألة. طب اخر حاجة، افرض يا باشمهندس التربة اللي موجودة يمين وشمال البريز قط كان في تتابع طبقات، هنا كان نمل وهنا مثلا نمل وهنا طين، استخدم بقى يعني دايجرام الرمل ولا استخدم واحد من الاتنين دايجرام بتوع الطين؟ قال لك يا باشمهندس برضه بيك اشتغل على نوع تربة واحدة، نوع تربة واحدة، وبالتالي لو انا عندي تتابع طبقات رمل ورمل وطين لازم احول الطين ده اهو لرمل مكافئ. ده مش بس كده، ثم اخد الرمل ده والرمل ده والرمل ده احولهم ل رمل مكافئ، يبقى جاما افريج وفاي افريج. يعني لو عندي الرمل ده ليه جاما واحد وفاي واحد، والرمل ده ليه جاما اتنين وفاي اتنين، والرمل ده ليه جاما تلاتة وفاي تلاتة، لازم اجيب متوسط ليهم هما التلاتة
احولهم لطبقه رمل واحده بخصائص واحده، جاما افريج وفاي افريج. برضو الكلام ده هيبان في المساله، انا بدي فكره بس سريعه. فبيك اشتغل على نوع تربه واحد، رمل او ستيف كلاي او سوفت تو ميديوم كلاي. لو في تتابع طبقات مختلفه يمين وشمال البريزد قط، لازم احولهم لطبقه واحده بخصائص واحده للمساله كلها. يعني جاما واحده هتبقى اسمها جاما افريج، وفاي واحده هتبقى اسمها فاي افريج، او لو الطبقه او لو التربه بتاعتك كانت طين سي افريج. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب هو على فكره بالمناسبه خلاص قول. لا لا تمام. تمام. احنا دلوقتي خلاص هو ده الجزء النظري اللي قبل المسائل. احنا معانا اربع مسائل، انا هحل معاك ثلاثه والرابعه كده همشي معاك فيها، بس هقول لك فكره فيها معينه. موضوع بريز ذا كات سهل ومسائله ما فيهاش لعب، والسيكشن سهل. فالمساله دي من المسائل اللي بتبقى في جزء الدكتور اشرف بتبقى سهله، هي ومسألة القيسونات. هي دايما اللي بيبقى فيها لعب وبتبقى صعبة أو مش صعبة، بتبقى فيها حسابات كتير ورخمة شوية، مسألة الشيت باي. لكن مسألة البريز ده قط أصلا تتحل في 10 دقايق في الامتحان أو ربع ساعة. أنا معرفش بقى يعني أنتوا الوقت، حتة الوقت دي بتختلف من شخص للتاني، بس هي فعلا المسألة بتبقى صغيرة وسهلة. وأنا هوريك دلوقتي، خلي بالك مسائل البريز ده قط انت بتستخدم فيها منحنيات بيك، ما بتستخدمش بقى، ما بتقعدش تحسب الاكتيف والباسيف وتشوف النقط اللي هتحسب عندها، ما فيش الكلام ده خالص. ده هو الدايجرام ثابت انت بتحطه وبتحل عليه. فخطوه مثلا حساب ضغوط التربه الجانبيه اللي كانت مطلعه عينك في الشيت بايل ما بقتش موجوده. فدايما مساله البريز ده قط سهله، والمفروض ان وقتها كمان لما تحل المساله ديت وقتها يبقى قصير، توفر وقتها لمساله تانية طويله اللي هتبقى غالبا الشيت بايل الكانتريفر او الانكورد او الاثنين. يعني ممكن يجي لك من النوعين في الامتحان، بس يبقى طالب مطالب معينه. قايل احنا هنحل اربع مسائل برضو عشان تبقى فاهم السيناريو اللي هنمشي عليه. هنحل مسألتين الحيطة أو نظام الساند الرأسي شيت بايل. وهنحل مسألتين أو الرابعة أنا همشي معاك فيها حاجة بسيطة، بس المهم إن المسألتين التالتة والرابعة هيبقى نظام الساند الرأسي فيها ستيل بيم أند لاجنج. تمام. ده بس السيناريو اللي انا ايه حابب اوضحه لك قبل ما ندخل. هنحل مسالتين نظام الساند الراسي شيت بايل، ومسالتين نظام الساند الراسي ستيل بيم ولاجنج. طيب نبدا بالمسالتين بتوع الشيت بايل. اول مساله دي مساله بريز ذا كات سيمبل، بيقول لك ان المسافه ما بين الضواغط ان بلان افقيا، حمدي كان بيسال افقيا المسافه بين الضواغط التمبرز، الضواغط دي افقيا بتتكرر كل مسافه متر. يعني احنا بنسبق وعارفين ان الكاميرات ده اللي هي الركايز بتاعتها الضواغط ايه، هتبقى المسافه ده 2.5 متر. الديزاينر شايف ان 2.5 متر دي هو متوقع هتجيب عزوم
تضطره ان الكاميرات دي تبقى ستيل. وطبعا الكاميرا واضح ان هي ستيل، هو كاتب لك، لا هو مش كاتب، هو ستيل بيم ومدي قطاعها كمان اي بيم افقيه كده. ده مش كده وبس، ده واضح كمان يا باشمهندس ان عمق الحفر كبير، عشان كده الشيت بايل وضح لك ان هو ستيل. ده مش كده وبس، ده الضواغط خدها خشب، ده معناه ان عمق او عرض الحفر ده غالبا 2 متر فاقل. هو مش مديك عرض الحفر، انت مش هتستخدمه في الحسابات، بس انا بتكلم معاك هو بيختار ازاي مادة الانشاء. فالضغط خده خشب ليه؟ لانه عرض الحفر غالبا اقل من او بيساوي 2 متر، فخد الضغط من الخشب. مادة الانشاء دي يا باشمهندس انت صاحب القرارها. فاحنا بنتكلم مع بعض كده من الاول، انت ممكن تفرض ازاي مادة الانشاء، لكن هي طبعا في المسألة بتبقى جيفن. انا بتكلم معاك كواحد ديزاين هيصمم المسألة من اصلا كلها من الاول. طيب تعال ندخل بقى في الديزاين. الديزاين المسألة سهلة جدا. اول حاجة تعال نجيب كي، انا عايز ارسم دلوقتي نفهم دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه. انا عايز ارسم ضغط التربة الجانبي، التربة بتاعتي رمل، ضغط التربة الجانبي بيبقى منتظم، قيمته كام؟ 65% غاما في اتش ديزاين في الكي اكتف. تعال نجيب حاجة من دول، الكي اكتف نجيبها 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، الفاي ب30 الكي اكتف بتلت. تعال نجيب الاتش ديزاين، الاتش ديزاين ده عبارة عن عمق الحفر اللي هو ده كله 1 و2.5 و2.5 و1، يعني 7 متر، بتجمع عليه عمق مكافئ لللايف لود ده. اروح احسب الاول اتش لايف لود، حسبتها بقسم اللايف لود على جاما. تقول لي جت منين؟ اقول لك ما الجاما اتش ده وزن التربه كاجهاد، ده وزن عمود التربة اللي هو الجاما اتش بوحدات الاجهاد الاسترس، واللايف لود انا مديهولك بوحدات استرس اجهاد. يبقى لو انا عاوز اجيب الاتش قاسم اللايف لود على جاما. يبقى الاتش لايف لود عبارة عن اللايف لود على جاما، يعني 10 على الجاما اللي هي ب18. خلي بالك احلى حاجة ان شرط بك ان التربة تبقى نوع واحد متحقق في المسألة جاهز. يطلع الاتش لايف لود ب56% متر، اجمعه على عمق الحفر اللي هو 7 متر، يديني ان الاتش ديزاين 7.56 متر. كده انا جبت الكي اكتف، جبت الاتش ديزاين، ادخل اعوض اجيب قيمة ضغط التربة الجانبي بتاع بك 65% جاما اتش ديزاين كي اكتف، تطلع ان الاي ب29.48 كيلو نيوتن على المتر مربع. يبقى الحائط اللي واقف ده بيأثر عليه ضغط تربة جانبي منتظم، قيمته 29.484 كيلو نيوتن على المتر مربع. ندخل بقى على عنصر من العناصر بتاعتي نصممه. هي العناصر بتاعتي ايه؟ بلاطة قمر عمود. البلاطة اللي هي نظام السند الراسي اللي هو قايل لي في المسألة انه شيت بايل.
البلاطه دي يا باشمهندس، اي بلاطه في الدنيا مرتكزه على ايه؟ كاميرا. بلاطه كاميرا عمود. طب الكاميرات فين؟ اهي هنا. الكاميرات كانت عند الاستراتات وكانت اي طب الحمل اللي هيأثر على البلاطه، انت دي بلاطه عشان تصممها تعمل ايه؟ تاخد شريحه عرضها 1 متر، تاخد من البلاطه شريحه رأسيه عرضها 1 متر، هيكون الحمل عليها بكام؟ هو ضغط التربه الجانبي 29.484. يبقى لما تقول يا باشمهندس للبلاطه اللي هي بالنسبه لي ستيل شيت بايل، هاخد شريحه رأسيه من الشيت بايل عرضها 1 متر، هتبقى بالشكل ده. ايه الركائز دي؟ تعلم عليها وتكتب على الركائز دي كاميرات ويلز. والمسافات دي كانت المسافات الجيفن في المسألة، متر واتنين ونص واتنين ونص ومتر. وضغط التربة الجانبي اللي أنا لسه حاسبه هو الحمل اللي موجود على الشيت بايل، قيمته 29.484 كيلو نيوتن بير متر ران. يا باشمهندس بقى بذمتك دي ما تعرفش حلها؟ أنت هتقول لي ما أعرفش حلها ليه؟ اصل هي كاميرا ستاتيكال انديترمنت، كاميرا غير محدده استاتيكيا. هدخل بقى احلها بالثري مومنت ايكويشن، ولا احلها باي طريقه من بتوع الاستراكشر، ولا احلها على الساب مثلا؟ والله كل اللي انت قلته ده صح. في عندك انك تحلها باي طريقه من طرق الاستراكشر زي الثري مومنت ايكويشن، في انك تحلها الكمبيوتر زي الساب، دي كاميرا عادي خالص معاك انت البحور بتاعتها ومعاك الحمل، اقدر احسب عزوم واقدر احسب شير. انت بتصمم الكاميرا على وانا اسف على 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 مومنت وشير، مفيش هنا ان، مفيش هنا ان خالص، ولا ضغط ولا شد على الكاميرا دي. لكن احنا علشان نمشي الدنيا مانوال، انا بره في الشغل لو جات لي مثلا حاجه زي كده هصممها ساب، هصممها اكزاكت. لكن احنا عشان مانوال في الكليه بنقرب الدنيا شويه. دي رسمه العزمه اهي، ودي الرياكشنات، والسبورتات دي زي ما انا قلت لك هي الكاميرات الويلز. ام واحد اللي هو العزم ده، ده عزم كابولي تقدر تحسبه من الفري سايد من فوق، سهل حسبته. دبليو ال سكوير على 2، دبليو ال كانتليفر سكوير على 2، 29.48 في 1 تربيع على 2، ده اللي هو ام واحد عزم الكابولي سهل. 14.74. المشكلة في ام 2 بقى، ده سهل وده سهل. ام 2 ده كان المفروض تجيبه ايكويشن لو انت هتحل مانوال اكزاكت، بس احنا بنقرب العمليه وبنستخدم بند الكود المصري في الكاميرات الكونتينوس. في ان العزم ام 2 ده قيمته عباره عن دبليو ال سكوير على 10، دبليو في ال ال بقى اللي هي 2.5 سكوير على 10 يديك ام 2 ب 18. المفروض يا باشمهندس انك تروح تحسب العزم الموجب، المفروض انك تروح تحسب كمان العزم الموجب ده. انا عن نفسي بحب احسبه، بس اللي بيحصل في الغالب ان العزوم السالبه اللي هو الام 1 او الام 2، في الغالب العزوم السالبه دي بتبقى قيمها اكبر من العزم الموجب ده.
وبالتالي بتبقى هي الموست كريتيكال، وبالتالي بنكتفي بحساب السالبه وما بنكتفيش عن الموجب. لكن انا بقول لك برضو كتشيك على نفسك وكواحد ديزاينر مسؤول عن حسابات، الموجب ده تحسبه وتتاكد ان هو صغير، وان الكريتيكال بالنسبه لك هو M1 او M2، وايه الكريتيكال اللي هو اكبر عزم، تاخد اكبر قيمه عزم اللي تصمم عليها الكاميرا دي او البلاطه دي اللي هي الستيل شيت بايل اللي واقفه راسي. لما حسبنا M1 وM2 لقينا ان M2 هي الاكبر، فهو ده العزم اللي انا هصمم عليه. رحت حسبت له السكشن مودولس، ضربته في 10 اس 4 وقسمته على 2000. وخلي بالك ان الكلام دوت لشريحه عرضها كام متر واحد، وده ستيل شيت بايل. يبقى لو انا عايز الزد بير يونت اقسم السكشن مودولس على 2.5، يبقى انت جبت السكشن مودولس لليونت الواحد كده، يبقى تصميم الستيل شيت بايل خلص. طبعا المفروض زي ما انا قلت لك لو انت حابب تعمل تشيك شير وماله، دي شريحه هي على احملها ومعاك ابعادها، احسب الشير، ارسم الشير فورس دياجرام وشيك على الشير. بس طبعا ماده الانشاء هنا ستيل مش كونكريت، فشوف بقى ايه بنشيك شير ازاي في الستيل. طبعا الكلام ده احنا واخدينه بس في الستيل. ثالثه بقى، تراجع انت كنت بتشيك شير ازاي على الستيل، بس الكلام ده برضو كديزاينر بره في الكليه احنا ما بنصممش شيك شير. تمام بس مهندس، بس مهندس ايوه، هي ال الزد اكس دي هتبقى 10 اس 4 ولا 10 اس 5؟ اللي هي ال 10 اس 4 ده ايه؟ اه ال 10 اس 4 دي ثابته احنا لغايه دلوقتي متفقين عليها، اللي هي التحويله من كيلو نيوتن متر ل كيلو جرام سنتيمتر. تمام، دي التحويله دي احنا مثبتينها من اول ما درسنا شيت بايل في 10 اس 4. يعني كيلو نيوتن في 1000؟ لا ما هي اسيبيها انت بقى لوحدك، بس هي التحويله دي 100 ومن متر لسنتي 100 يبقى 10 اس 4 بس كده؟ انت عاوز تحسبيها؟ يعني كيلو نيوتن ب 100، بس تحويلة الكيلو نيوتن للكيلو جرام ب 100 او 10 اس 2، وتحويلة المتر للسنتي كمان 10 اس 2، ف 10 اس 2 في 10 اس 2 يديني 10 اس 2. هي طب ماشي تمام، ده هي المسافة دايما بين الاسترات والتاني بتكون متساوية؟ المسافة بين الاسترات والتاني رأسيا والأفقيا، في استرطات فوق بعض وفي استرطات جنب بعض في البلان. لا الافقيه، الافقيه اه هو مديها لنا ثابته في المساله اهي، اللي هي قصدي في المساله، قصدي عموما. عموما لا مش شرط، عموما هو طبعا احنا بنثبتها، بس هنا لو مش عايز اثبتها مش هثبتها. طب هي كده بقى مش ثابتة، لما اجي اجيب ال L هتبقى L average؟ لا ال L دي ايه على المومنت عند الركيزة اللي في النص دي هتبقى ال L بقى average صح؟ ولا ال الكبيرة؟ ثانية ثانية، الاتنين ونص ده اهي. ايوه لو دي مختلفة عن دي هاخد الكبيرة ولا هاخد المتوسط؟ لا هاخد الكبيرة. هاخد ايه؟ هاخد الافريج، اه هتاخدي متوسط للقيمتين وتربعيها وتقسميها على 10. يعني دبليو ال افريج تربيعها على 10. تمام؟ تمام يا باشمهندس. هي انت كنت تسالي على المسافه ده، هي دي المسافه الراسيه، انا واخد شريحه راسيه انا كده واقف راسي، فدي كده المسافات الراسيه اللي موجوده بين الضوابط.
مش الأفقية، المسافة ده اهي اللي هي كانت جيفن هنا في رأس السؤال، اللي هي المسافة دي المسافة دي. طبعا المسافة دي بتبقى جيفن ومش شرط يبقوا متساويين، لا مش متساويين زي ما مش سألت كده W إلا افريج تربيع على العشر، وانا بحسب ام 2 هتاخد هنا إلا افريج. شوف 2.5 دي مثلا كانت 3 متر، يبقى 3 متر و2.5 تجمعهم وتقسمهم على 2 عشان تجيب المتوسط، يبقى هو ده الـ average، يبقى ده average تربيع على 10 يديك ام 2. ده كان النقطة اللي نتكلم فيها يعني. الـ steel sheet pile ده بالنسبة لي البلاطة هيرمي حمله على القمر اللي هو الركايز ده ايه، فلازم احسب الرياكشنات. طيب هنحسب الرياكشنات ازاي؟ بنحسب الرياكشنات ان القمرة ده اهي شايله من النص للنص بطريقه تقريبيه، لان احنا برضو مش معانا 3 مومنت ايكويشن ومش معانا الساب ولا اي حاجه. يبقى الويل الوسطاني ده شايل من نص السبان لنص السبان، الويل ده اهو شايل من هنا لغايه تحت، والويل ده اهو شايل من نص السبان ده لغايه فوق. يبقى انا لو عاوز احسب رياكشن واحد بكام، هيبقى عباره عن الحمل اللي هو 29.48 في المسافه اللي الويل بيخدمها وشايلها. الويل ده شايل مسافه قد ايه؟ شايل من هنا نص السبان اللي هو 2.5، يعني نص في 2.5، وشايل من فوق نص في 2.5، يعني كأنه شايل توتال 2.5، نص 2.5 نص 2.5 من تحت ونص في 2.5 من فوق، يبقى كأنه شايل 2.5 كاملة. ده رياكشن واحد. طيب رياكشن اتنين هيبقى عبارة عن الحمل الموزع اللي هو 29.48 في المسافة اللي شايلها الويل. الويل ده شايل من تحت خالص لغاية نص الاسبان ده، فافتح قوس متر، المتر ده زائد نص الاسبان ده اهو اللي هو نص في 2.5. دي كده حسبة سريعة وسهلة للرياكشنات. يبقى ار واحد 29.4 في 2.5 يديني 73.7 كيلو نيوتن بير متر رن. خلي بالك ده رياكشن بلاطة على كمرة، الكمرة اللي هي الويل ده اهي لسه مسافرة في الاتجاه العمودي على الشاشة، شريحة عرضها متر، يبقى كل متر من الشيت بايل بيرمي حمل موزع على الكاميرا قيمته 73.71 كيلو نيوتن لكل متر. ليه لكل متر دي؟ لان انا واخد شريحة من الشيت بايل عرضها متر، ترميلي حمل موزع على الكاميرا اللي مسافرة قيمته 73. الرياكشن 2 29.48 في 1 زائد نص الاتنين ونص يديني 66، هيبقى حمل موزع كيلو نيوتن على المتر الطولي على القمر اللي هي الويل. كده انا جاهز ادخل اصمم القمر بتاعتي اللي هي الويل. القمر بتاعتي اللي هي الويل عبارة عن قمر كونتينوس. بس سؤال معلش يا باشمهندس قبل ما ندخل على الويل، انا رياكشن واحد 73، يعني الويل ده اهي عليها حمل موزع 73، رياكشن 2 66، يعني الويل اللي تحت والويل اللي فوق عليها رياكشن 66، حمل موزع 66 لكل متر طول. مين الاخطر؟ مين الكاميرا الكريتيكال؟ اكيد هي الكاميرا اللي عليها حمل موزع اكبر، اللي هي الكاميرا الوسطانيه دي. يبقى الكاميرا اللي في النص ده اهي
هي الكريتيكال، هي اللي انا اصمم عليها الثلاث كمرات، لان هي الموست كريتيكال، هي اللي عليها اكبر حمل وبالتالي اكبر عزم. تمام. الكاميرا الويل بقى بلاطه كاميرا عمود، الكاميرا الويل جاي لها احمال من البلاطه، انا حسبتها لسه حاسب انا رياكشن واحد. حلو. طب مين اللي شايل الكاميرا العمود؟ مين العمود هنا؟ الضواغط. يبقى اللي انا بشاور عليه ده الركائز دي الضواغط. طب البحر او السبيسنج ما بين الضغط والتاني بكام؟ اللي هي المسافة الأفقية بين الضواغط اللي هو مدهالك هنا في رأس السؤال، ان بيقول لك في ضغط لكل 2.5 متر عمودي على الشاشة. يبقى الكاميرا تحتها ضواغط شايلاها متوزعة على مسافات 2.5 متر أفقي. خلاص، انت عايز ايه اكتر من كده؟ كاميرا كونتينوس عليها حملها اللي جاي من البلاطة اللي هو الشيت بايل، وركائزها هي الاسترطات، البحور كانت 2.5 متر، اقدر احسب بيندنج مومنت، اقدر احسب شير، اقدر اعمل ديزاين. فبرضه المومنت للتسهيل بناخده 73.7 في 2.5 تربيع على 10 يديني 46 كيلو نيوتن متر. اقدر على طول اجيب السكشن مودلس اضربه في 10 اس 4 على 2000 يديني 230 سنتيمتر مكعب. خلي بالك انا هنا ما بقولش لكل متر، ده دي كاميرا خلاص، انا مش واخد شريحه عرضها متر ولا حاجه، دي كاميرا السكشن مودلس بتاعها برقم. هروح جداول الستيل اجيب لها قطاع اي بي اي، قطاعات الاي بي اي دي ايه؟ قطاعات الاي بي اي ده اللي هي قطاعات الاي بيم. احنا اتفقنا ان كاميرا الويل بتبقى اي بيم افقيه. هروح ادور على قطاع اي بي اي تكون الزد اكس بتاعته ب 230 فاكثر. طيب اخر حاجه الاسترطات بقى، ده اهي دي استرطات عايز اصممها، يبقى عايز اعرف الرياكشن فيها بكام. ما دام الكاميرا كونتينوس فاقدر اقول الرياكشن بواحد واحد من عشرة في 73 في 2.5، واحد واحد في الدبليو في ال ال. يبقى انا كده جبت الرياكشن في الاسترات طلع ب 202.7 كيلو نيوتن للاسترات الواحد. كده اروح اعمل ديزاين للاسترات. الاسترات كان في راس المساله من الخشب، والاسترات ده عنصر ضغط، فالاريا عباره عن الرياكشن اللي في الاسترات مقسوم على الاف الاوبل، الرياكشن ده وحداته كيلو نيوتن، انا عاوز احوله لكيلو جرام. الرياكشن ده قوة مش عزم، فالتحويلة ما بتبقاش بقى 10 أس 4 بتبقى 10 أس 2 بس. أضرب الرياكشن في 10 أس 2 على الإف اللاول بتاعة الخشب اللي هي ب 40 يديني مساحة الاسترات الواحد، والمفروض تعمل عليه كمان تشيك باكلينج لماتيريال الاسترات اللي هي الخشب. كده مسألة أو المسألة الأولى خلصت. حد عنده مشكلة؟ حد مستصعب طيب المسألة؟ لا الله يبارك لك والله يا باشمهندس، بس هو سؤال، هي المسافة اللي دلوقتي في تصميم الويل كاميرا الويل الاثنين ونص هي دي المسافة العمودية؟ المسافة دي اكتبها كده برضه عشان ما تتلخبطوش، دي المسافة الأفقية البينية بين الاسترطات. تمام. اللي هي كانت مكتوبة على الاسترط نفسه. بالظبط. اللي هي بيقول لك استرط آت 2.5 متر، في استرط كل 2.5 متر عمودي على الشاشة.
تمام. المسألة التانية يا باشمهندسين زي ما أنا قلت لكم هي برضو مسألة شيت باي. النظام سند الرأسي برضو كان شيت باي. كل اللي اختلف إن إحنا هنبدأ نتكلم في فكرة جديدة، نوع من أنواع الشيت بايل أو البريزد كات أنت خدته اسمه الرينج بريزد. إيه الرينج بريزد ده يا باشمهندس؟ قال لك طب افرض يعني الحفر بتاعي ما كانش خندق مسافر. افرض إن موقع الحفر بتاعي كان عبارة عن دايرة، موقع دائري. ففي الحالة ديت الشيت بايل هيبقى دائري. الشيت بايل هيبقى دائري. والكمرات الويلز هتبقى برضو دائرية. يبقى الشيت بايل دائري والكمرات الويلز هتبقى دائرية. وبيبقى فيه استرطات؟ لا، ما بيبقاش فيه استرطات ولا بيبقى فيه طاي. لما بيبقى النظام الساند دائري يعني شيت بايل دائري والكمرات الويلز دائرية بيبقى النظام متزن مع نفسه وما بيبقاش محتاج أي استرطات أو طيات. يعني اللي أنا عاوز أقوله لك إن اللي أنت شايفه قدامك ده هو ده مش استرط، ده مش استرط. خد منها كده لنفسك سهم واكتب عليها ليس استرط، ده عبارة عن كاميرا دائرية اللي هي بتمثل بالنسبة لي الويل. يعني السيستم اللي قدامك ده فيه بلاطة وكاميرا وبس، في شيت بايل وفي ويل وما فيهوش استرطات لاني مش محتاجها اصلا. تمام. فتلاقي في راس السؤال طلب منك تصميم الشيت بايل وتصميم الستيل رينج بيم، ما جابلكش سيره للاسترط لانه ما فيش. نفس الخطوات، التربه بتاعتي رمل، فبك انا عارف ان هو قايل ضغط منتظم قيمته 65% في الجاما اتش ديزاين في الكي اكتف. 65% جاما اتش ديزاين في الكي اكتف. نفس الخطوات، تعال نجيب كي اكتف، واحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي، الفاي ب 40 يبقى 0.217. احول اللايف لود لاتش لايف لود مكافاه، اقسم اللايف لود على الجاما، والحسن الحظ برضه تربه واحده فالجاما واحده ب 18، يبقى 10 على ال 18 ب 56% متر. يبقى الاتش ديزاين عمق الحفر اللي هو في مسالتي كان ب 6 متر زائد 56% يديني 6.56 متر. اعوض في 65% جاما اتش كي اكتف، الاقي ان الايه قيمه ضغط التربه الجانبي بتاعت بيك ب 16.66 كيلو نيوتن لكل متر مربع. كلام مكرر. ندخل على الشيت بايل، هناخد شريحة رأسية عرضها واحد متر. المسافات ده هي المسافات بتاعت المسألة اللي كانت جيفن، 2.25 و2.25 و75 و75 اللي هو مجموعهم بستة متر عمق الحفر. الركائز بتاعتك هي الرينج بيم، بلاطة تشيلها كاميرا،
اللي هي الويلز، اللي هي بالنسبة لي هنا كمرات رينج، كمرات دائرية متزنة مع نفسها مش محتاجة استرطات. ضغط التربة الجانبي هو الحمل 16.66. اقدر ارسم لها عزوم وشير كمان لو عاوز. ام واحد بعزم كابولي 16.66 في 75% تربيع على 2. 2 16.66 في 2.25 تربيع على 10. مين الكبير؟ ام 2. اخده واجيب منه سيكشن مودلس، اضرب في 10 اس 4 على 2000، ده سيكشن مودلس محسوب لشريحه عرضها متر. لو انا عايز السيكشن مودلس لليونت الواحده من الشيت بايل قاسم على 2.5. شكرا. طيب عايز اصمم بقى الرينج بيم، الويل، الكاميرات، عايز احسب الرياكشنات. الرياكشن الشيت بايل هرميها على الكاميرا لكل متر طولي لان الشريحه كانت عرضها متر. اروح احسب برضو ار واحد وار اتنين بنفس الطريقة. ار واحد ده شايل من النص للنص، ار اتنين شايل من هنا لهنا، وار اتنين ده شايل من هنا لهنا. طبعا هو عشان المسافات متساوية فهما بيساووا بعض. ار واحد هيبقى 16.66 في 2.25، نص 2.25 ونص 2.25 يبقى 2.25. 2 هيبقى 16.66 في افتح قوس 75% زائد نص في 2.25. مين يا باشمهندس الرياكشن الكبير؟ ار واحد. يبقى دي الكاميرا اللي انا هروح اعمل لها ديزاين دلوقتي، وهثبت الديزاين بتاعها على الكاميرات كلها لان دي الكريتيك، دي اللي عليها حمل موزع اكبر. انتوا 37. هروح للرينج بيم الاقي ان هي دائريه وعليها حمل موزع اللي انا لسه حاسبه كان تقريبا ب 37. دي كاميرا يا باشمهندس دائريه. اكتب الكلام ده معلش، ارسم الحمل الموزع ده كده واكتب قيمه الحمل، كانت 37.49. الكاميرات الدائرية ديت بيبقى عليها العزم بصفر وبيبقى عليها ضغط. شوف بقى رغم ان هي كاميرا هيبقى عليها ضغط قيمته ال W في القطر على الاتنين. فالرياكشن او الـ او 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 النورمال عبارة عن او الان سميها زي ما تسميها، ده نورمال قوة ضغط في الكاميرا 37.49 اللي هو الحمل الموزع اللي انا كنت من شوية واتمسح في الدامتر اللي هو 9 على 2 يطلع 168 كيلو نيوتن كومبريشن. ده كده قطاع هيتصمم على الكومبريشن بس. شوف بقى هو القطاع ده ستيل، تروح للستيل تقول لهم او انت بقى تصمم، يعني انت بتعرف تصمم اكيد قطاع ستيل عليه كومبريشن. بس ادي يا سيدي تاني مسألة. حد عنده مشكلة؟ بيبقى اي بيم يا باشمهندس برضه ولا ايه؟ هيبقى غالبا اي بيم برضه. والله هو مش شرط اي بيم بقى، هو قطاعات الاي بيم عموما بتبقى كويسة عشان مقاومة العزوم، لكن هنا مفيش عزوم، هنا الموضوع كله كومبريشن. ممكن يبقى ستيل تيوب، ممكن يبقى تيوب ستيل. التيوب الستيل بيبقى كويس في مقاومة الضغوط، اصل انت السترينج اكشن هنا كومبريشن بس، فمش شرط هنا بقى استخدم اي بيم، ممكن يبقى ستيل تيوب. هي نوع السترينج اكشن اللي على كاميرا الستيل هي اللي بتحكم شكل القطاع بتاعي يبقى عامل ازاي. تمام.
برضو يا باشمهندس، لما حضرتك جيت تاخد شريحة والركائز دي كانت الرنج، خدنا الشريحة ازاي؟ يعني ازاي اتحولت الرنج دي لركائز؟ انا مش مستوعباها، يعني الركائز دي جت ازاي؟ ده الشيت باي اللي هو اللي انا بصممه. اه، اللي هو الرأسي، عشان كده لما جينا ناخد بقى شريحة رأسية اتحولت لركيز. اه هو رسمتها رأسية، يعني انا لما رسمت ايوه حتى الشريحة رسمتها رأسية، ودي الركائز بتاعتها اللي هي الرينج بيم، والحمل الموزع عليها هو الضغط الجانبي اللي احنا حسبناه ببيك. تمام. كده المسألتين بتوع الشيت باي خلصوا. المسألة الثالثة والرابعة على النوع الثاني من نظام السند الرأسي اللي أنا قلت لك عليه، ستيل بيم ولاج. واضح هنا كمان إن في تتابع طبقات، في طبقتين جاما واحد وسي، جاما واحد وفاي. فواضح كده ان احنا عايزين نجيب الاول تربة مكافئة ونوحد التربة بتاعتنا. فطبعا القاعدة اللي بنمشي عليها في القصة دي ان احنا بنحول الطبقة الصغيرة للطبقة الكبيرة. واضح ان الطبقة اللي عمقها كبير هي طبقة الكلي، الطبقة اللي عمقها صغير دي هي طبقة رمل، يبقى حول الرمل اللي تحت ده لكلي. طيب القاعدة اللي بنمشي عليها في التحويل ان الشير سترينث يبقى متساوي. عشان احول الرمل ده لطين مكافئ، فكلمة طين يعني الشير سترينث مقاومة القص للطبقة القديمة تساوي مقاومة القص للطبقة الجديدة اللي هي أنا عايز أحول لها اللي هي الطين. التاو مقاومة القص دي عبارة عن سي، طيب صوتك سي خفيف خالص يا از باشمهندس. سيجما داش. ايوه قول. تمام، لا تمام، مش صوت كان اختفى خالص بس. اما هو اوقات كده بيروح ويجي، معلش هو تقريبا مشكلة عندي بس هانت. يعني سي از سيجما داش فيرتيكال تان فاي. تعال نبص الاول على الطبقة القديمة، خلينا نسميها حتى تاو اولد. الطبقة القديمة كانت رمل ملهاش سي، يبقى سي بصفر زائد سيجما داش فيرتيكال، ده الاجهاد الراسي الفعال الافكتيف فيرتيكال ستريس اللي بيتحسب بقانون جاما اتش. انا هحسب جاما اتش لغايه، بنحسبها يا باشمهندسين لغايه منتصف الطبقه. بحسب وزن عمود التربه اللي هو جاما اتش لغايه منتصف الطبقه اللي انا عايز احولها. تعالى نحسب كده جاما اتش. الاول العمق ده كله اللي هو 2 و2 و1 يعني 5 في الجاما ب 20، يبقى 20 في 5 زائد النص متر ده في الجاما اللي هي ب 17، يبقى زائد 17 في نص. ده كده سيجما داش فيرتيكال في تان فاي. الفاي بتاعتي ب 30، يبقى في تان 30. ده كده التاو اولد. طيب الطبقة اللي انا عايز احول لها اللي هي تاو نيو، انا عايز احول الطبقة دي لطين. الطين هيبقى ليه سي، هيبقى ليه سي كوهيشن، والفاي بتاعته بصفر يعني زائد صفر. لو سويت التاو اولد بالتاو نيو اللي هي تاو واحد هنا وتاو اتنين،
يبقى عندي مجهول واحد اللي هو السي لطبقة الطين المكافئة اللي أنا بحول لها فأقدر أحسبها. كان السي بصفر لأن طبقة الرمل الأصلية كانت بصفر. السيجما داش فيرتيكال 20 في 5 زائد 17 في نص في تان الفاي بتاعتي ب30. الكلام ده هيساوي تاو 2 اللي هي الطين اللي هي التاو بتاعتها هتبقى سي بس سي 2 مفيش واي بقى. من المعادلة دي اقدر احسب سي 2 تطلع ان انا اقدر اشيل الفاي ده اهي واكتب سي ب 62 بوينت 64 كيلو نيوتن لكل متر مربع. كده انا حولت طبقة الرمل اللي تحت لطين. بس ما زال في مشكلة ان انا مش عايز خصائص متغيرة، مش عايز اكتر من جاما واكتر من سي، انا عايز جاما واحدة اسميها جاما افريج وسي واحدة اسميها سي افريج. متوسط موزون بضرب كل جاما في الارتفاع بتاعها. الجاما افريج هيبقى جاما واحد في الاتش واحد زائد الجاما اتنين في العمق بتاعها اللي هو اتش اتنين اللي هو بمتر على العمق الكلي اللي هو العمق ده كله اللي هو في المسألة بتاعتي هنا بستة متر، يبقى 20 في 5 زائد 17 في 1 مقسومة على 5 زائد 1 اللي هو 6 متر كلها، يديني جاما افريج ب19.5 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. نفس الكلام مع السي. سي افريج عبارة عن السي واحد اللي هي ب50 في اتش واحد اللي هي ب5 زائد السي اتنين بقى اللي هي ب62.64 في ال H2 اللي هي بواحد على 5 زائد 1 يديني ال C average. يبقى أنا كده أقدر أشيل تتابع الطبقات اللي كان موجود وأحط تربة واحدة ليها جاما average. معلش اكتب لنفسك هنا جاما average و C average. ليها جاما افريج ب19.5 وسي افريج ب52.1 هروح احسب الاتش ديزاين. خلي بالك المره دي المساله بتاعتي مساله رمل، فالرمل بتاعي انا اسف المساله بتاعتي المره دي مساله طين. ففي الطين طبقا لدياجرامات بيك انا ما بحتاجش احسب الكي اكتف. كان قانون 3/10 جاما اتش ديزاين ده في حالة ان انت عندك المسألة كانت ستيف كلاي. لو المسألة كانت سوفت تو ميديوم كلاي كان القانون جاما اتش ناقص 4 سي. مفيش كي اكتف فخلاص ما بحسبش كي اكتف. هحسب على طول ال H design بكام. رحت حسبت ال H life load عبارة عن life load على جاما 10 على جاما ايه بقى هنا الجاما average اللي هي ب19.5. جمعت ال H life load على عمق الحفر اللي هو 6 متر اداني ال H design. عايز بقى اعرف التربة الطين بتاعي stiff ولا سوفت تو ميديوم عشان اعرف ادخل على انهي قانون من دول. طب اعرف منين؟ اروح اقسم الجاما اتش ديزاين على سي يبقى 19.5. طبعا دي برضو جاما افريج وسي افريج. خلاص انا بتعامل دلوقتي مع التربه النهائيه اللي هي الافريج يبقى 19.5 اهي في 6.513 على السي افريج اللي هي 52.1
الرقم يطلع 2.44 وده اقل من او بيساوي 4، يبقى انا ستيف كلي. يبقى القانون اللي انا هستخدمه 3/10 جاما اتش ديزاين، 3/10 في الجاما اللي ب 19.5 في الاتش ديزاين اللي ب 6.513 يديني 38.1 كيلو نيوتن على المتر المربع. بالمناسبة أفكرك إن المفروض ضغط التربة الجانبي طبقا لباك هيبقى واخد شكل شبه منحرف. المسافة ده اهي ربع الاتش، بس انهي اتش بقى؟ المفروض الاتش ديزاين. بغض النظر هي انهي اتش، الاتش ديزاين ولا الاتش الاصليه اللي هي عمق الحفر الاصلي اللي هو 6 متر، مش هتفرق معانا. ليه بقى؟ دلوقتي يا باشمهندسين احنا حسبنا ضغط التربه الجانبي بتاع بك اهو واخد شكل شبه منحرف، والقيمه ده اهي كانت 38.1 كيلو نيوتن لكل متر مربع. تعالى كده نرتب افكارنا. كل اللي انا عملته دلوقتي في المساله دي، لقيت تتابع طبقات، لقيت ان الطين هو الغالب، حولت طبقه الرمل لطين، ثم عندي طبقتين طين جبت لهم افريج، ثم بعد كده جبت الاتش لايف لود والاتش ديزاين، عرفت الطين بتاعي ستيف ولا سوفت تو ميديوم، دخلت عوضت في معادله بيك ورسمت ضغط التربه الجانبي اللي واخد شكل شبه منحرف بالمنظر ده. المفروض ان انا ادخل دلوقتي على تصميم نظام السند الراسي. المره دي